اول حاجه احنا هنتكلم عليها بقى في الابلكيشن بتاعه الاوب امب هي ايه؟ هي السيركت اللي موجوده قدامي دي. طيب السيركت اللي موجوده قدامي ديت هي بكل بساطه ايه اللي حاصل؟ انا جيت حطيت الانبوت ايه سورس بتاعي هنا، وصلت عليه ريزيستنس، بعد كده جيت حطيت ريزيستنس هنا اسمها قيمه R2 ووصلتها على الايه؟ على النيجاتيف تيرمينال، والبوزيتيف تيرمينال انا حطيت عليه جراوند. تمام؟ طيب السيركت اللي موجوده قدامي ديت انا هنا خد بالك انا دخلت الاوب امب في سيركت، مش خليته كده كومبوننت واحده كده في السيركت عامه، لا ده انا حطيته جوه ايه؟ جوه سيركت. طيب ايه بقى فايده السيركت اللي موجوده قدامنا دي؟ تعال نبص. اول حاجه خالص احنا اتفقنا ان الشكل اللي موجود قدامنا دوت ده بنسميه ايه؟ الاوبن لوب جين. يعني ايه الاوبن لوب جين؟ يعني الاوب امب ده كده وهو محطوط ومفتوح في السيركت مفيش فيه اي مشكله. بس انت دلوقتي جيت عملت ايه في السيركت ديت؟ انت قفلتها. قفلتها ازاي؟ انك وصلت الاوتبوت بالايه؟ بالنيجاتيف تيرمينال. تمام؟ وخد بالك كل الابلكيشن لازم الاوتبوت يتوصل بالنيجاتيف تيرمينال، ما ينفعش يتوصل بالبوزيتيف تيرمينال. اوكي كده؟ طبعا دي ليها علاقه بحاجات اسمها ستابيليتي والكلام ده كله، فاحنا هنبعد عن ده، ولكن خلينا نقول بشكل اساسي ان الاوتبوت هيتوصل على الايه؟ على النيجاتيف تيرمينال. على ما اظن الدكتور شرح معاكم القصه بتاعت النيجاتيف فيدباك اللي بتحصل والكلام ده كله. تمام؟ اوكي؟ طيب. طب لما انا عندي سيركت بالشكل ده انا مهتم بايه؟ انا مهتم ان انا برضو اعرف الثلاث حاجات اللي انا اتكلمت عليهم، الجين شكله بقى عامل ازاي، الار ان بتاعت شكلها عامل ازاي، والار اوت بتاعت شكلها عامل ازاي. طب الجين انا اقدر احسبه ازاي؟ من السيركت اللي موجوده قدامي ده احنا اتفقنا ان الاوب امب ده كده لوحده ده علاقه الجين بتاعته ده بانفينيتي، فده لازم يكون بزيرو، فلازم البوزيتيف تيرمينال ده يكون مساوي للايه؟ للنيجاتيف تيرمينال. فبالتالي نتيجه ان هنا في جراوند هقول ان هنا هيبقى في ايه؟ هيبقى في فيرتشوال جراوند. يعني ايه فيرتشوال جراوند؟ يعني كاني حطيت عند النقطه دي فولت بزيرو، انا كاني بفورس النقطه ديت ان هي يكون الفولت عندها بكام؟ هي الفولت مش عندها بزيرو، انا اللي بفورس عليها. طب انا بفورس عليها ازاي؟ من خلال اصلا الديفينيشن بتاع للايه؟ للايديال اوب امب. طيب لما تحط انت هنا فيرتشوال جراوند ايه اللي هيحصل؟ من الديفينيشنز برضو اللي احنا واخدينها هنا مفيش كارنت بيخش، يبقى الكارنت الوحيد اللي بيمشي في السيركت دي كلها قول ازاي عندي؟ ما خد بالك انا بقول لك انت عندك فيرتشوال جراوند. يعني ايه؟ بص لو انا جيت مثلا وصلت لك دايره بالشكل ده كده اي حاجه، يعني احنا هناخد مثال كده، وجيت انت هنا حسبت الفولت لقيته بيزاوي زيرو، معنى كده ان هنا في جراوند، هي الجراوند اصلا هنا كده معناها ان هنا في جراوند، بس عندك هنا حاجه اسمها ايه؟ فيرتشوال جراوند. يعني ايه؟ يعني الحسابات بتاعتي نتيجه الدايره اللي انا موصلها لك بالشكل ده هي ظبطت ان هنا الفولت يبقى بزيرو. ده الكونسبت بتاع الفيرتشوال جراوند. هنا نفس الكلام، انا هنا عملت ايه في الاوب امب؟ الاوب امب نتيجه ان هو من الديفينيشن بتاعه هو بيقول كده، فهو فرض ان النقطه دي يكون الفولت بتاعها ايه؟ نفس الفولت بتاع النقطه دي اللي هو هنا صادف ان هو كام؟ ان هو زيرو. اوكي؟ فده كده ايه؟ النقطه يعني. فانت هنا ما عندكش اتنين ريفرنس، بس هي دي الفكره. طيب فانت الكرنت الوحيد اللي عندك هيمشي، هيمشي ازاي؟ ادي الانبوت اهو، فالكرنت وقت ما هيخرج يمشي من هنا مفيش حاجه هتمشي هنا. ليه؟ لان هنا مفيش انبوت كرنت اصلا، فالكرنت هيمشي فين؟ هيمشي هنا. فانت هنا كل اللي انت هتعمله هو ايه؟ كي سي ال بسيطه جدا، الكرنت اللي هنا بيساوي الكرنت اللي فين؟ اللي هنا. هتلاقي نفسك بتقول ان انا هنا عندي الايه؟ الفي انبوت ماينس زيرو مقسوم على ار 1 هو عباره عن زيرو ماينس في اوتبوت مقسوم على ايه؟ على ار 2. لو ظبطت الريليشن دي كلها هتوصل ان الفي اوتبوت هو عباره عن ايه؟ عن الفي انبوت بتاعك ده مضوف في نيجاتيف ار 2 على ار 1. اوكي كده؟ او لو احنا جينا بقى بصيناها كريليشن ان علاقه الفي اوتبوت بالفي انبوت اللي هي بتربطها لي هنا بالكونسبت بتاع الجين هيبقى ايه؟ نيجاتيف ار 2 على ار 1. طيب حاجتين هنا نلاحظهم، اول حاجه خالص ايه؟ ان انت هنا قدرت تطلع الريليشن دي بالايه؟ بالنيجاتيف. طبعا النيجاتيف دي تدل على ايه؟ دكتور قال لكم في المحاضره ولا لا؟ النيجاتيف تدل على ايه؟ ان في اختلاف في الفيز. ما انت عارف ان اي كوانتيتي انت بتتعامل معاها في ماجنيتيود وفي فيز، تمام؟ فمعنى كده لو الانبوت بتاعك الفيز بتاعه زيرو يبقى الاوتبوت بتاعك الفيز بتاعه هيبقى كام يا راجل؟ 180 90، دي اللي هي الجي. تمام، دي كده اول حاجه.
فعشان كده الشكل ده بنسميه ايه؟ بنسميه الانفرتنج امبليفاير. طب ليه بقى امبليفاير؟ امبليفاير ده معناه ايه؟ معناه ان هو بيكبر. يعني ايه بيكبر؟ لو انت جيت هنا بصيت للريليشن ديت هتلاقي انه عندك ار2 على ار1. لو انت كده هنا حطيت قيمه الار2 اعلى من ار1 ايه اللي هيحصل؟ فانت كده هتخلي قيمه الاوتبوت اللي بتطلع اكبر من قيمه الايه؟ من قيمه الانبوت. ودي بقى تاني ميزه بتبقى موجوده في الاكتف كومبوننت، اللي هي ايه؟ ان الاكتف كومبوننت ده ممكن يطلع لك قيمه جين او ريليشن ما بين الاوتبوت والانبوت تكون اعلى من واحد. يعني انت كل السيركتس اللي انت خدتها لما كنت بتجيب الفي اوتبوت وعلاقته بالفي انبوت دايما كنت هتلاقي ان الفي اوتبوت لازم يطلع اقل من الفي انبوت. الاوبتيمم كيس ان هو يطلع بيساويه لما يكون امتى؟ لما تكون بتاخد اوتبوت على ريزيستنس متوصل على ايه؟ على نفس السورس. لكن دلوقتي يعني انت اقصى حاله تعرف تخلي الفي انبوت قد الفي اوتبوت في الدوائر اللي احنا اتكلمنا عنها كلها قبل كده هي الشكل ده، ان ده هنا الفي انبوت وان انت من هنا بتاخد الفي اوتبوت. اي دائره ثانيه انت وصلتها طالما فيها باسيف كومبوننت بس لازم الفي اوتبوت يطلع اقل من الفي انبوت. طب هنا بقى لا، انا هنا ممكن اخليه اقل وممكن اخليه اعلى على حسب اختياري للايه؟ على حسب اختيار للريزيستنس دي. تمام؟ ودي ميزه برضو من مميزات الايه؟ الاكتف كومبوننت. حلو جدا. فده كده الجين بتاع الايه؟ بتاع الامبليفاير. طيب تاني حاجه انا ببقى محتاج ان انا اعرفها عن او اعرفها عن اي سيركت من السيركتس دي هي الايه؟ قيمه الار ان. طب ايه هو الار ان؟ الانبوت ريزيستنس اللي شايفها الايه؟ السورس بتاعي ده. طب ازاي انا اقدر احسبها؟ لا الناس تفوق معايا شويه. ها بشوف الكرنت اللي خارج من الايه؟ من السورس دوت، واحاول ان انا اجيب ايه؟ ريليشن ما بين الايه الفولت ده وما بين الكرنت اللي خارج، هي دي قيمه الايه؟ ريزيستنس. لان احنا عارفين اللي بيربط الكرنت مع الـ مع الـ مع الفولتج هو ايه؟ اومز لو، اللي هو في اي بيساوي ايه؟ يعني انت عايز تحسب الانبوت ريزيستنس. ايه هي الانبوت ريزيستنس؟ الريزيستنس اللي شايفها السورس بتاعي ده. يعني السورس كده وهو واقف هو شايف ريزيستنس بتساوي كام؟ تمام. طيب من الدايره اللي احنا حاطينها قدامنا دي احنا هنا حاطين جراوند، يبقى معنى كده ان الكرنت بتاعي كانه هيمشي من هنا ويقوم خارج فين؟ خارج في الجراوند ديت. يبقى قيمه السورس الريزيستنس اللي شايفها السورس ده هي كام؟ هي ار1. طيب الار اوتبوت هي الريزيستنس اللي شايفها ايه؟ الفي اوت. طيب هو هنا شايف ايه؟ اللي هو شايفه، هو شايف ريزيستنس من هنا وشايف الايه؟ الار2. بس الريزيستنس اللي هو شايفها من هنا هي مقدارها كام؟ زيرو. الاوتبوت شايف ريزيستنس كام؟ زيرو. هنا كده من جوه ده الاوب امب، يعني لو احنا عايزين نفترض هو كانه متوصل هنا كده على ايه؟ على جراوند. الايديال اوب امب. تمام؟ فانت عندك سكه على الجراوند وعندك سكه فيها ريزيستنس، تاخد ايه؟ انت لو كانت تاخد السكه، تاخد السكه اللي هي فاضيه. بص ازاي هو متوصل كده، دي قصه. اللي احنا بنحطه هنا ده بنقول هو كانه متوصل على جراوند، هو مش متوصل على جراوند. انت فاهم قصدي؟ يعني مثلا لما انت جيت هنا قلت ان قيمه الانبوت كانت اللي داخل بزيرو، يعني معنى كده ان هو ايه؟ اوبن سيركت. يعني ايه اوبن سيركت؟ يعني مفيش سلكه جوه؟ لا، هو في حاجات متوصله جوه. تمام؟ بس في الاخر انا بقول ده كانه ايكويفالنت ان هو شايف اوبن سيركت. هنا ايكويفالنت ان هو شايف ايه؟ شورت سيركت. فانت عندك سكه للجراوند وعندك سكه فيها ريزيستنس، انت ككرنت هتمشي في ايه؟ تمشي للجراوند اللي هي السكه اللي ما فيهاش ايه؟ مطبات. فيبقى الار اوتبوت بتاعته كام؟ بزيرو. تمام؟ طيب ده بنسميه inverting amplifier. inverting علشان النيجاتيف دوت، وامبليفاير لان انا ممكن استخدم القيم بتاعه الريزيستنس دي عشان ايه؟ اخلي قيمه الاوتبوت تتضاعف عن قيمه الايه؟ عن قيمه الانبوت. حد كده عنده مشكله؟ اتفضل. لا احنا ليه مش الار ان بانفينيتي هنا؟ الجين، احنا قلنا الجيم بتاع ده بانفينيتي. تمام؟ انا دلوقتي عايزك تبص للدايره اللي انا جايب الجيم بتاعها دي، كل ده كده على بعض. يعني البوكس ده
هو ده الجيم بتاعه مش الجيم بتاع ده لوحده. يعني كانك باختصار عملتي ايه؟ كانك تعالي نشيل اللي جوه الايه البتاع الازرق ده او الاصفر ده ونحطه حاجه بالشكل ده كده. ادي الفي انبوت بتاعي وادي هنا الايه الفي اوت، وهنا جوه في جيم قيمته كام؟ اي في. لو انا بقى جيت مسكت ده وفتحته هلاقي جواه اوب امب متوصل عليه اثنين ريزيستنس، فالجين هنا هو قصده كل حاجه بتربط الاوتبوت بتاعي بالانبوت بالتوصيلات اللي موجوده جوه. طب احنا هنا عملنا ايه؟ بكل بساطه احنا هنا استغلينا الكونسبت بتاع ان الجين بتاع الاوب امب لوحده بانفينيتي، ان احنا وصلنا عليه حاجه، الحاجه دي طلعت لي كم الجين انا عارف اتحكم فيه. الدنيا كده واضحه للناس ولا في مشكله؟ فده كده اول ابلكيشن. طب تاني ابلكيشن قال لك هو هو بس الفكره كلها ان انا بدخل بدل ما ادخل الانبوت من هنا هدخله منين؟ هدخله من الايه؟ من البوزيتيف تيرمينال. طب ايه الاختلاف اللي هيحصل؟ ان بدل ما هنا دي تبقى الفيرتشوال جراوند، هنا هيبقى قيمتها بكام؟ هنا هتبقى قيمتها في ان، هنا بياخد نفس الفولت اللي ايه اللي موجود هنا. طبعا انا مش عايز اخش في تفاصيل الحاجه دي بتعمل لها ديفيجن ازاي، لان احنا كده كده هنمشي هنا في شويه ديفيجن وهنمشي في شويه حاجات، وانتوا كده هتعتبروا مع الدكتور ايه مشيتوا في الحاجه دي في المحاضره. ولكن اللي احنا عايزين نقوله بس الكومنت اللي احنا عايزين نقوله في النقطه اللي موجوده هنا ان ده شكل الجيم بتاع الايه بتاع الامبليفاير دوت، وان انت لما تيجي تبص عليه هتلاقيه هنا يطلع قيمته بالايه بالبوزيتيف، فعشان كده بنسميه نون انفيرتنج. ونفس الكلام اللي احنا قلناه هنا بتحكمك في قيمه الار2 والار1 هتلاقي ايه بتعرف تطلع قيمه ايه جين، والجين ده ممكن يكون اعلى من كام؟ من واحد. فبالتالي ده بنسميه نون انفيرتنج ايه امبليفاير. نعم اكيد لازم يكون اعلى من واحد. ما انا بقول يعني انت كده كده انا قصدي اقول لك ايه، ان الامبليفايرز دول ميزتهم ان هو بيطلعوا لك جين اكتر من الواحد على عكس قبل كده. طيب ايه الاختلاف التاني بقى اللي ما بين السيركت دي والسيركت دي؟ ان نتيجه ان الانبوت اتحط على الايه على البوزيتيف تيرمينال، فقيمه الانبوت امبيدنس اللي هو شايفها بقت ايه بقت انفينيتي، لان احنا اتفقنا ان انت هنا كده جوه كانك شايف ايه اوبن سيركت. فبالتالي الار انبوت بتاعتك بانفينيتي والار اوتبوت هتفضل بزيرو، لان ده هو هو نفس الشكل اللي كان موجود فين اللي كان موجود هنا. طيب لحد دلوقتي حد عنده مشكله في الفهم بتاع الكلام دوت؟ الدنيا كده تمام. طيب تعالى بقى نسيب الكلام النظري دوت ونشوف ايه المسائل بتاعتنا ممكن تمشي ازاي. انا افضل ان لو كل واحد دلوقتي لو الشيت موجود معاه سوفت يفتحه مثلا على الموبايل او التابلت او اي حاجه بحيث انه يبقى شايف المساله. تمام كده كده انا حاطط المعطيات كلها هنا، بس انا قصدي ايه احسن لك انك تشوف المساله، لان انت وانت موجود جوه الامتحان انت هتشوف المساله في الاساس. طيب الشيت بتاعنا اللي هو الشيت الاولاني احنا اول حاجه طبعا ان شاء الله هنتعامل ايه معاها المساله الخاصه بالايه بالانفيرتنج امبليفاير. طيب هو مديني انفيرتنج امبليفاير اللي هو الشكل اللي موجود قدامي ده، وبيقول لك الامبليفاير ده انا وصلت عليه سبلاي بوزيتيف ونيجاتيف 10 فولت. ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان انا جيت هنا كده وانت موصل عليه هنا بوزيتيف 10 فولت، وصلت عليه هنا كده ايه نيجاتيف 10 فولت. واحنا اتفقنا طبعا ان السبلاي ده هو هدفه الاساسي ان هو بيشغل لك الايه الدايره بتاعتك او بيشغل لك الاوب امب ده. وجي بعد كده قال لك ايه، انا عايزك تعملي ديزاين للاوب امب دوت بحيث انك تخلي لي الجين ب 20 والار انبوت ب 10 كي. طيب يعني ايه بقى اعمل ديزاين؟ ديزاين معناها ان انا بقول لك كل الكومبوننت اللي موجودين في الدايره دول هات لي القيم بتاعته. طب ايه الكومبوننتس اللي موجوده عندي في الدايره؟ الار1 والار2. طب الفي انبوت؟ الفي انبوت ملوش علاقه بالدايره، احنا اتفقنا الدايره هي الحته دي كده بس. الفي انبوت والفي اوتبوت على حسب انا هدخل في انبوت قد ايه هيطلع لي في اوتبوت قد ايه. طيب وفي معلومتين هو اداهم لي، هما المعلومتين قيمه الجين وفي نفس الوقت برضه ايه قيمه الار انبوت. طيب انت اوريدي كده كده عارف ان الجين بتاع الانفرتنج امبليفاير بيساوي كام؟ نيجاتيف ار2 على ار1، بس قيمه الجين اللي هو مديها لك هي بكام؟ بالبوزيتيف. يعني هو هنا مديك الايه الماجنيتيود، فهو هنا بيقول لك ان الماجنيتيود بتاع الاي في دوت بيساوي كام؟ 20، اللي احنا عارفين ان هو بيساوي ار2 على ايه على ار1، وفي نفس الوقت برضه مديك ان الار ان بكام؟ ب 10 كي. يبقى معنى كده ان هو مديني قيمه الار ان. طب الار ان هنا بالنسبه للانفرتنج امبليفاير بكام؟
هي ار واحد، يبقى هو هنا كانه هنا مديني الار ايه؟ الار واحد ان هي بتساوي كام؟ ان هي بتساوي 10 كي. فانا كده عندي ايه؟ مجهول واحد اللي هو الار 2، فساعتها الار 2 هتبقى بتساوي كام؟ طبعا حسبه بسيطه هتقوم ضرب الايه؟ ال 20 في ال 10 تديك كام؟ كده في مشكله؟ طيب في هنا بس نقطه مهمه، المساله اللي احنا شايفينها قدامنا دي هو هنا جايب لك سيركت انت اتعاملت معاها. لما يجيب لك سيركت انت اتعاملت معاها او خدتها في المحاضره اللي هو الانواع اللي احنا بنتكلم عليها دول، انت ممكن تستخدم القيم ديت على طول من غير ما ايه؟ من غير ما تحتاج انك تعمل ديريفيجن لقيمه الجين، الا لو هو طلب منك في المساله انك تعمل ديريفيجن. يعني لو جه قال لك في المساله كده درايف الترانسفير فانكشن او درايف الفولتج جين، فساعتها انت مضطر انك تمشي بالخطوات زي ما عملت مع الدكتور في المحاضره. طب لو ما قالش، انت كده كده اوريدي عارف الايه؟ المعلومات دي، فانت مش محتاج تثبتها. طيب زي ما هنشوف بعد شويه، لو جات لك دايره انت ما تعاملتش معاها قبل كده، حتى لو انت شفتها في شيت، حتى لو انت شفتها في امتحان، لا انت لازم تمشي في الخطوات واحده واحده، لان ده احنا ايه؟ ما عملناهوش مع بعض. واضحه الفكره دي؟ يبقى الحاجات الوحيده اللي انت مسموح انك تستخدمها على طول طالما ان هو ما قالكش اعمل درايف في الايه في الامتحان، هي الحاجات اللي انت خدتها في المحاضره. اي حاجه بقى حليتها انت مع نفسك، حليناها هنا في السكشن، شفتها انت في ريفرنس او حاجه وحليتها وعارف الانسر، لا لازم جوه الامتحان تمشي في الايه؟ في الستبس بتاعتها. ما هو سؤال، حتى لو ام سي كيو، هو في الاخر هيبقى مثلا يقول لك ايه؟ هل هيبقى مثلا الفولتج جين هي القيمه دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ فهيجيب لك اكسبريشنز. ما بص، الام سي كيو هو قصته كلها ايه؟ ان في اجابه في الاخر انت هتوصل لها. مين قال لك ان انت كل مره هتحل ان هو هيكون جايبها لك ارقام؟ تمام كده يا جماعه؟ اوكي. طيب حد كده عنده اي مشكله في الجزء ده؟ طيب تعالى بقى نروح للايه، للجزء الثاني. هو بيقول لك انا عايزك تحدد لي القيمه بتاعه الماكسيمم انبوت. يعني احنا في الدائره اللي موجوده قدامنا ديت، انا عايزك تقول لي ايه اقصى قيمه انا ممكن ادخلها على السيركت ديت كانبوت مسموح بيه. هو ده السؤال، يعني حدد لي قيمه الماكسيمم انبوت اللي انا ممكن ادخله هنا من غير ما يقول اي حاجه. واحده واحده بقى، هنا ايه المشكله؟ تعال بس نشوف هي المشكله موجوده فين. كلامك صح. دلوقتي هو هنا بيقول لي انا عايز اقصى قيمه للايه، للفي ام. طب هو هنا في سؤال، هو ليه اصلا يكون في ريستريكشن على الانبوت بتاعي؟ طب ما انا ممكن ادخل هنا 1 فولت، 2 فولت، 3 فولت، 10 فولت. ما في الاخر اللي هيحصل ان القيمه دي هتضرب في الايه، في الجين دوت، وتطلع لي قيمه الايه، الاوتبوت اللي انا عايزه، صح كده؟ طب ليه هو يبقى فيه كونسترين؟ طيب في هنا معلومه هو ادالك في المساله، اللي هي ايه؟ ان قيمه السبلاي بتاع السيركت بتاعك ديت 10 ونيجاتيف 10. ايه معنى الكلام دوت؟ المفروض اي الكتريك سيركت حضرتك بتتعامل معاها بيكون ليها ليميتس. يعني ايه بيكون ليها ليميتس؟ يعني السيركت ديت مش اي قيمه انت هتدخلها لها هتعرف تخرج منها ايه؟ قيمه مربوطه بيها عن طريق الجين ده. ايه معنى الكلام دوت؟ لو انا جيت هنا مثلا دخلت 1 فولت والجين ب 20، فانا متوقع ان الدايره دي تطلع لي جين كام؟ 20. لو دخلت ب 2 فولت متوقع ان هي تطلع جين كام؟ 40. لا، هي الدوائر ما بتشتغلش كده. الدوائر لازم يكون ليها كونسترين ابر وكونسترين ايه؟ لور. بيتحددوا عن طريق ايه بقى؟ عن طريق السبلاي اللي موجود في الدايره بتاعتي. تمام؟ فبالتالي انا اقصى قيمه للاوتبوت انا اعرف اطلعها من الدايره دي هي كام؟ هي 10 فولت. طب لو انت جيت للدايره ديت وقمت مدخل مثلا قيمه انبوت هنا 5، المفروض ثيوريتيكالي هو طلع لك قيمه اوتبوت بكام؟ ب 100. هتلاقي الاوتبوت طلع بكام؟ ب 10. طب لو جيت دخلت قيمه انبوت ب 10، المفروض يطلع لك قيمه اوتبوت ب 200، هيخرجوا لي برضه كام؟ 10. تعال نبص لها من العكس، لو انا دخلت قيمه انبوت بالنيجاتيف، اقصى قيمه نيجاتيف هيوصل لها هي كام؟ يبقى قيمه السبلاي ديت اهميتها بالنسبه لك هنا ايه؟ فكره ايه؟
ان دي هي الليميتس بتاعتك في المساله. انت ما تقدرش تعدي فوق العشرة وما تقدرش تقلل ايه تحت السالب 10. اوكي فين اللي بين؟ ليه؟ بص ليه، هي دي ليها علاقه بالديزاين بتاع السيركت ذات نفسها، ولكن هي القصه قصه ايه؟ تعال نبص لها بحاجه بسيطه. لو انت جيت مثلا على بطاريه عاديه كده، مش بطاريه عربيه، وجيت وصلت عليها مثلا سلك من اللي خارج من الكهرباء، ايه اللي هيحصل في البطاريه؟ هتفحم، هتبوظ. ليه؟ يقول لك ما استحملتش. يعني ايه ما استحملتش؟ قيمه الفولتج اللي محطوطه عليها اكبر من ان هي تستحمل. هي دي نفس الفكره، الكومبوننت اللي موجود عندك في الدايره دي بتوصيله السبلاي اللي موجود عليه، الديزاين سبيكس بتاعته من جوه بتقول ان ده هو يقدر يشتغل لك في الرينج دوت من 10 لسالب 10. لو انت جيت زودت ايه اللي هيحصل؟ هو هيفضل في نفس الرينج ده، بس لو انت عليت قوي هيوصل لمرحله بعد كده ان الحاجه دي تتحل. تمام؟ فبالتالي بيقول لك انت بيبقى في كونسترينز موجوده عليك من الديزاين ذات نفسه، من اللي بيعمل الاوب امب. يعني اللي بيعمل الاوب امب ده بيقول لك ايه؟ ده يتوصل عليه سبلاي اخره فوق كذا واقل حاجه فيه تحت كذا. يبقى الدايره بتاعتك عمرها ما هتعلى عندها وعمرها ما تقل عندها. اوكي كده؟ فبالتالي انا هنا لو عايز اجيب اقصى قيمه للانبوت بتاعي، دي هتتحقق امتى؟ لما الاوتبوت بتاعي يكون بكام؟ يكون ب 10. وفي نفس الوقت انا عارف ان الجيم بتاعي بكام؟ يبقى قيمه الفي انبوت ده تبقى بكام؟ حلو قوي. يبقى انت ساعتها تقدر تقول ان ده لما يوصل للماكسيمم بتاعه ده هيكون عباره عن الفي اوتبوت ماكس على الايه؟ على الفي انبوت ايه؟ ماكس. انا عارف ان دوت كده كده اصلا هو قيمه ثابته ب 20، وعارف ان ده بكام؟ المفروض ب 10، فبالتالي ده لازم يكون بيساوي كام؟ لازم يكون بيساوي نص. يبقى الانبوت بتاعك الفاليوز بتاعته تتراوح ما بين كام لكام؟ ما بين النص وما بين الايه؟ وما بين النيجاتيف النص. وده هنا يجي كاجابه للسؤال اللي انا سالته في اول السكشن، اللي هو ايه؟ لما انا جيت قلت لك الاوب امب دوت، لو انا عندي الجيم بتاعه هنا عالي، تمام، هو قيمه كبيره، ايه المشكله ان انا طالما هو قيمه كبيره ان انا اطلع اوتبوت منه قيمه كبيره؟ غير انك طبعا ما تعرفش تتحكم في قيمه الاي دي دوت، لان هو قيمه كبيره جدا، ان الاوتبوت بتاعك ده مهما حصل محصور بالايه؟ بالقيم بتاعه السبلاي بتاعك. وهنا ده اللي الجزء الثالث في السؤال بيسالك عليه، بيقول لك ايه؟ طب لو الار 2 ديت حصل لها ان هي ريموفد، يعني ايه ريموفد؟ انت شلتها. يعني ايه شلتها؟ يعني الار 2 ديت ما بقتش موجوده. يبقى انت كده كان المساله بتاعتك رجعت لاني شكل؟ رجعت للشكل دوت. لو انت كده جيت الار 2 ديت كده شلتها، ايه اللي حصل في المساله بتاعتك؟ انت هنا ما بقاش عندك نيجاتيف فيدباك، ولا بقى عندك كلوز لوب ولا حاجه، انت كانك خدت دي كده وصلت عليها شويه توصيلات. هنا بقى ايه اللي هيحصل؟ الجيم بتاعك ما يبقاش ده، يبقى ايه؟ يبقى دوت. فساعتها ايه اللي هيحصل تفتكر؟ الفي اوتبوت لا اما هتطلع بوزيتيف 10 لا اما هتطلع نيجاتيف 10، على حسب ايه؟ على حسب قيمه الانبوت بتاعتك. طب تعال نشوف، يبقى لو الار 2 ديت حصل لها ان هي ريموفد، فساعتها المفروض انا لما حاجه ابص هقوم قايل ان ساعتها الفي اوتبوت هي المفروض تساوي اي دي مضروب في في انبوت ماينس ايه، او في بلس ماينس في ماينس. ايه اللي متوصل على الفي بلس؟ مفيش حاجه متوصله، مفيش حاجه متوصله. طب ايه اللي متوصل على الفي ماينس؟ قيمه، انا متوصل عندي قيمه. طب ده بكام؟ ده بانفينيتي. تمام، يبقى معنى كده ان المفروض ده يطلع لي قيمه انفينيتي مضروب في الايه؟ في الفي ماينس ده. لو الفي ماينس ده اللي هو متوصل عليه الفي انبوت ده وصلت عليه قيمه للفي انبوت بالبوزيتيف، ساعتها ده يطلع بكام؟ بنيجاتيف انفينيتي. ما تنساش ان انت عندك نيجاتيف اوريدي من الريليشن. تمام، ولو وصلت ولو الفي انبوت ده كانت قيمته بقى هو نفسه بالنيجاتيف هيطلع بوزيتيف. هو هنا طالب في المساله انك ترسم حاجه اسمها الفي تي سي،
اللي هي الفولتج ترانسفير فانكشن. يعني ايه الفولتج ترانسفير فانكشن؟ يعني انك ترسم الريليشن ما بين الفي انبوت وما بين الايه الفي اوتبوت. يبقى الفي انبوت بتاعي ده لو كان بوزيتيف الفي اوتبوت هيطلع بكام؟ هيطلع بنيجاتيف 10 على طول الخط كده، تمام. ولو كان الفي انبوت ده بالنيجاتيف ساعتها الفي اوتبوت هيطلع في البوزيتيف وتبقى قيمته كام؟ وتبقى قيمته 10. الشكل دوت هو ده اللي احنا بنسميه الايه الفي تي سي، الفولتج ترانسفير كاركترستيك. لا انت مش عايز اكبر جين. بص هو هنا في المساله قال لك ايه، انا شلت الار 2، انت متوقع ايه اللي هيحصل؟ بص هقول لك على حاجه، الاسهل في الديزاين يعني الاوب امب دوت ده اي سي، تمام. فهو بيبقى جاي بسبيسيفيكيشن معينه، يعني هو انت في الديزاين بص انت هتستخدم الاي سي اللي هي ارقامها كذا، فانت مالكش تحكم عليها، انت ليك تحكم على الايه، على الحاجه اللي تتوصل حوالين الايه الاوب امب ده، تمام. فانت بيبقى اسهل لك انك تعرف تلعب في القيم ديت اكتر من انك تعرف تتغير في الايه في الاوب امب ذات نفسه. انت في النهايه انت طبعا مش عايز جيم بانفينيتي. ليه؟ لان الجيم بانفينيتي دوت هو هيحول لك الايه كل السيركتس بتاعتك لحاجه زي كده. انت عايز حاجه تقدر من خلالها ايه تطلع فايده للشكل ده. ايه الكونسترينز اللي بتبقى موجوده عليك؟ ان السبلاي دوت بيقول لك الانبوت بتاعك الرينج بتاعه كام، وبالتالي انت تقدر تحدد قيمه الرينج بتاع الاوتبوت بتاعك. هل ده بقى يفيدك في الابلكيشن بتاعك ولا لا، دي حاجه بقى تانية. واضح كده يا جماعه؟ طيب فالسيركت اللي موجوده قدامك دي انت لو جيت بصيت لها كده تفتكر هي الفانكشن بتاعتها بتعمل ايه؟ لا اون اوف، اون معناها ان هي مره تمشي، وفي الاوف معناها ان هي ما تمشيش خالص. بينما هو هنا في حاله بيقول لك انا هطلع لك سالب 10، وفي الحاله الثانيه بيقول لك انا هطلع لك ايه 10. هو كده بيعرفك ايه؟ بيعرفك الاستيت بتاعت الانبوت. يعني هو بيقول لك الانبوت هو عامل ازاي. لو الانبوت كان بوزيتيف فانا هطلع لك ايه سالب 10. طب لو كان نيجاتيف هطلع لك كام 10. الحاجه دي احنا بنسميها ايه؟ بنسميها كومباريتور. يعني ايه كومباريتور؟ حاجه بتقارن، جايه من كومبير. عارف لما تقول انا بقارن ما بين تو ستيتس، انا بقارن ما بين هل هو بوزيتيف ولا نيجاتيف، فدي بنسميها ايه؟ بنسميها كومباريتور. تمام. ودي بتبقى الفانكشن بتاعت الاوب ام لو انت سبته مفتوح كده، بيبقى عباره عن كومباريتور، حاجه بس بتقارن ما بين ايه ما بين تو ستيتس. لو جيت بقى قفلته زي ما احنا عملنا سواء هنا او هنا بتبدا تطلع ابلكيشنز ايه تاني. حد كده عنده مشكله لحد دلوقتي في الكلام ده؟ تعالى نرجع لايه بالظبط كده. بالظبط احنا كده هنا بنسميه open loop وهنا بنسميه closed loop. فين الفي نيجاتيف؟ اللي هو متوصل على النيجاتيف تيرمينال. فالمتوصل على النيجاتيف تيرمينال ده هو الفولت بتاعه ده بيجي منين؟ من الفي انبوت. لو الفي انبوت دي بوزيتيف فطبيعي هنا الفي نيجاتيف ده هيبقى كام؟ انا مش يهمني القيمه، انا يهمني الفاليو. انت هنا داخل عندك انبوت فولتج مثلا ب 5 فولت، طبيعي هنا هيتولد عندك فولت بقيمه كام؟ بوزيتيف. اقل بقى مش اقل، انا برضه مش مهمني، ما يهمني ان هيتولد فولت بقيمه ايه؟ بوزيتيف. لما تيجي تحط القيمه البوزيتيف ديت وتضربها في سالب انفينيتي تطلع لك كام؟ ثيوريتيكالي نيجاتيف انفينيتي. بس احنا اتفقنا ان اقصى قيمه الفي اوتبوت ممكن يوصل لها هي كام؟ هي سالب 10. فبالتالي يبقى لو الفي انبوت ده ايا كانت قيمته هو هيطلع لك سالب 10. قعدت تزود تنقص في الاخر هيتولد عند الفي نيجاتيف بوزيتيف فولتج فهيطلع لي سالب 10. طب جيت غيرت انا بقى الايه، خليت ان انا هنا ادخل لك انبوت، الانبوت اللي هنا ده بالسالب، فالفي ماينس هيتولد عندها فولت بالكام؟ بالسالب. لما يبقى عندك فولت بالسالب مضروب في نيجاتيف انفينيتي يولد لك كام؟
انفينيتي، اللي هي بالنسبه لنا الانفينيتي دي اللي هي ايه؟ اللي هي العشر. لا هو سؤال، انت هنا لما انت جيت شلت الار 2 دوت، انت هنا كده موصل اي حاجه وعامل اي حاجه؟ يبقى ساعتها العلاقه اللي بتحكم الاوب امب ده هو ايه؟ العلاقه دي. بص انا عايزكم يا جماعه تفهموا حاجه، العلاقه ديت هو هنا انا بقول ايه؟ هنا في انفينيتي مضروبه في القيم دي. لو انت عايز تطلع لدي قيمه لازم تقوم قافل الدايره بالشكل ده كده. طب لو انت سبتها مفتوحه عمر ما ده هيساوي ده. انتوا فاهمين احنا بنعمل ايه؟ احنا عشان نقدر نستفيد من البروبرتي بتاعت ان ده بيساوي ده بنقوم قافلين على الاوب امب في لوب. لكن لو هو مش مقفول عليه في لوب خلاص ده بانفينيتي ومضروب في فاليو. الفاليو دي لو بوزيتيف هتطلع لك انفينيتي، ولو نيجاتيف هتطلع لك نيجاتيف انفينيتي. زي ما احنا قلنا كل ده ايه؟ ثيوريتيكال. لان فعليا احنا اتفقنا الانفينيتي هنا هو ايه؟ السبلاي البوزيتيف، والنيجاتيف انفينيتي هو الايه؟ السبلاي النيجاتيف. حد كده عنده مشكله في الكلام ده؟ حلو قوي. اخر حاجه هو طالبها بيقول لك ايه؟ لو انا جيت خليت الار 2 ديت شورت سيركت ايه اللي هيحصل؟ هتحط الار 2 بكام؟ يبقى الفي اوتبوت هيبقى بكام؟ هيبقى بزيرو. اوكي كده؟ حد كده عنده مشكله؟ طيب ده كده شكل النوع الاول من المسائل اللي هو بيعتمد على ايه؟ ان في ابلكيشن من الابلكيشن بتاعت الاوب امب انت عارفها تعاملت معاها قبل كده، وانا هدفي الاساسي ان انا اجي اسالك شويه اسئله عليها اعتمادا على الفهم اللي انت فاهمه فيها. طيب النوع الثاني من الاسئله بيبقى شكله عامل ازاي؟ لا انا هجيب لك بقى شكل ديزاين كده او ابلكيشن للاوب امب انت ما تعاملتش معاه. وانا عايزك تعمل ايه بقى؟ اول حاجه خالص انك تجيب لي قيمه الجين، وممكن بقى بعد كده اقول لك هات لي الار انبوت، هات لي الار اوتبوت، طب احسب لي كذا، طب سوي لي كذا. تمام؟ طيب فتعال نبص على المساله اللي هي الثانيه دي. المساله الثانيه دي هو بيقول لك ايه؟ ده شكل كده للايه؟ للاوب امب بتاعي. ادي الفي انبوت متوصل عليه ار 1، بعد كده عندي ار 2 ار 3 ار 4 وعندي الفي اوت. طالب مني ان انا احسب الجين. ازاي اعرف ان انا احسب الجين؟ اول حاجه خالص شوف المعلومات اللي انت اوريدي عارفها. الحاجه اللي انت عارفها ان ده اوب امب وان هو متوصل كده في لوب، فبالتالي الكاركترستيك الاولى ان انا اقدر استفيد بيها ان قيمه الفي بلس بتساوي قيمه الايه؟ الفي ماينس. يبقى انا هنا كده عندي على النقطه دي هنا كده في ايه؟ في فيرتشوال جراوند. ده كده كلام جميل. بعد كده اعمل ايه؟ الحل الوحيد اللي موجود قدامي هو ان انا ابدا ايه؟ امشي كي سي ال واشوف الدنيا هتمشي معايا ازاي. طيب اول حاجه خالص انا هنا عندي في انبوت، عندي هنا كده ار 1 وعندي هنا جراوند، يبقى انا كده كان في كارنت ماشي هنا قيمته ايه؟ في انبوت على ار 1 ماينس زيرو. طبعا ماينس زيرو كده كده مش مشكله ماشي. يبقى انا هنا كده عرفت ان انا كان عندي كارنت هنا كده ماشي، الكارنت ده كانه في انبوت على ايه؟ على ار 1. هنا مفيش كارنت. لما نيجي بقى نخش هنا، هنا كده بقى الدنيا هتعك معانا. ليه؟ لان الكارنت اللي هيمشي ده هنا كده هيخش هنا، في جزء لازم هيتقسم هنا وجزء هيروح فين؟ هيروح هنا. فانت كده هتلاقي ان الدنيا ايه؟ عكت معاك. ليه؟ لان انت بقى عندك اكتر من سكه الكارنت هيمشي فيها. طيب كده في اي مشكله لحد دلوقتي؟ طب تفتكروا لو احنا عايزين نحل المساله دي كتفكير كده، يعني ايه الحاجه اللي احنا ممكن نعملها بحيث ان هي تسهل على نفسنا الدنيا؟ لا واحده واحده بقى، ار 2 وار 3 بارلل مع بعض، واحده واحده بس كده عشان نتاكد ان الاثنين بارلل. عشان نتاكد ان الاثنين بارلل انت هتقول لي ايه؟ هما بادئين من النود ديت وده رايح على الجراوند وده رايح على فيرتشوال جراوند. طيب وبعد كده هما سيريس مع ايه؟ مع ار 4. طيب السؤال بقى اللي انا عايز اساله لك، انت هنا عارف قيمه الكارنت اللي هيخش كام؟ انت هنا عارف الريزيستنس اللي انت شايفها، بس سؤال انت عارف هنا قيمه الكارنت اللي هتخش كام؟ واحده واحده بس، انا عايز بس يهمني ان النقطه دي ان انتوا تكونوا فاهمين انا بقول ايه. ناس فاهمه انا قصدي هنا ايه؟ ان الكارنت اللي خارج هنا المفروض في جزء هيروح كده وجزء هيروح كده، انت مش عارف اللي هنا ده قد ايه ولا عارف اللي هنا ده قد ايه. الناس فاهمه الحته دي ولا في حد واقع مني في الحكايه ديت؟
تمام. في حته انك تفرضها بالشكل ده لا مش هتنفع. تعمل كي سي ال فين؟ في النود ديت. طيب النود دي اللي هي ما بين ايه وما بين ايه؟ قصدك ما بين الكانت ده والكانت ده والكانت ده. طيب طب الفولت بتاع النقطه دي كام؟ خليه اي حاجه بالظبط. خلي الفولت بتاع النقطه ديت اي حاجه انا ما اعرفهاش. خلينا نسميها مثلا ايه؟ في اوف اكس مثلا، اي حاجه مش فارقه معايا. بعد كده ابدا اشتغل ايه؟ كي سي ال عادي. فانت اول ريليشن موجوده عندك هي ايه؟ ان الفي انبوت على ار 1 دوت هو نفسه بيساوي كام؟ 0 ماينس الفي اكس ده مقسوم على ايه؟ يعني نيجاتيف في اكس على ايه؟ على ار 2. انت هنا قدرت انك توصل لايه؟ قدرت ان اوصل ان الفي انبوت على الفي اكس لو سوري معلش هي ال هناك ان الفي اكس على الفي انبوت بتساوي كام؟ نيجاتيف. خليها ماشي خليها ماشي مش مشكله يعني عادي. او تو على ايه؟ على ار 1. حد كده عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب انت عايز بعد كده تعمل ايه؟ انا عايز اجيب ريليشن ما بين الفي اكس وما بين الايه؟ الفي اوتبوت. ليه؟ لان لو جبت ريليشن دي انا اقدر في الاخر اقول ان الفي اوتبوت على الفي ان اللي هي اوريدي بتعرف الجيم بتاعي هي عباره عن في اوتبوت على في اكس مقسوم على ايه؟ حاجه لو تفتكروا كده بتشبه التشين رول اللي كانت موجوده في الديفرنشيشن زمان. الناس بس شايفاها ولا لا؟ كنت لسه هتكلم في النقطه دي بس الناس شايفاها ولا لا؟ واحده واحده. احنا دلوقتي عايزين نجيب في اكس على في انبوت خلاص معانا. الخطوه اللي بعد كده انا عايز اجيب ايه؟ الفي اكس علاقتها ايه بالفي اوتبوت. كم واحد هنا شايف ان في ريليشن ما بينهم فولتج ديفايدر؟ لا انا بقول كم واحد فالناس ترفع ايديها. ولا واحد شايف غيرك؟ اتنين؟ طيب واحده واحده عشان الناس تقدر تتخيلها. تعالى نعمل ايه؟ تعالى ناخد الجزء ده كده من الدايره ونخرجه بره. دي جراوند صح؟ اللي هي الفيرتشوال جراوند يعني. نتوصل عليها ايه؟ ار 2. وبعد كده انا عندي هنا نقطه اسمها في اوف اكس، والفي اوف اكس دي متوصل عليها هنا كده ريزيستنس اسمها ايه؟ ار 3. بعد كده عندي ريزيستنس هنا كده ار 4، وفي اخر الخط كده انا عندي متوصل فولتج هنا اسمه ايه؟ في اوت. فبالتالي الفي اكس هي عباره عن ايه؟ زي ما زميلكم قال هي الفولتج ديفايدر من الايه؟ من الفي اوتبوت ده. يعني انا اقدر اقول هنا ان الفي اكس دي هي عباره عن قيمه الفي اوتبوت مضروب في ايه بقى؟ في البارلل كومباينيشن بتاع الار 2 مع الار 3 مقسوم على الايه؟ على ار 4 زائد ار 2 بارلل مع ار 3. الناس كده شافتها؟ على فكره لو عملت كي سي ال برضه هتمشي، بس هي الاسهل انك تشوفها ان هي ايه؟ ان هي فولتج ديفايدر. هيوفر عليك في الحل. فبالتالي لو انت حاسس انك مش شايفها هنا زي ما قلت لك بص عليها من هنا. واحده واحده بقى. هنا زي ما انا قلت لك انت عارف ان في كانت ماشي، بس انت ما تعرفش هو قيمته ايه؟ قيمته كام؟ بص الكونسبت بتاع الفولتج ديفايدر او الكانت ديفايدر او اي حاجه ما تبصش ان دي اسمها في اوتبوت وان ده اسمه في انبوت. النقطه دي احنا جينا سميناها ايه؟ في اوف اكس. لو انا جيت قلت لك النقطه دي بدل ما تسميها في اوتبوت سميها في اوف واي، هيكون عندك مشكله كده ساعتها في الفولتج ديفايدر؟ انا مش عايزك تبص ان ده الاوتبوت فولتج، فبالتالي الاوتبوت فولتج ده ما ينفعش يتجاب بدلاله حاجه. تمام؟ احنا هنا معتبر بنشتغل ماثيماتكس اكتر من ان احنا بنشتغل سيركتس. لانك في النهايه لو انت هتقول لي طب هو ازاي ده بيتجاب بدلاله ده؟ طب ما انا ممكن اقول لك بعد ما انا جبتها كده انا عايز اجيب اصلا اوريدي ايه؟ في اوتبوت على في اكس، هجيب ايه؟ ريسيبروكال. الناس فاهمه الحته دي ولا لا؟ احنا كده لما خرجناها هنا بره كده عندك مشكله؟ لما جينا خرجنا كده الجزء ده من الدايره حطيناه هنا
الفيرتشوال جراوند اهي، وبعد كده في سلكه متوصل ار2، النقطه دي انا سميتها في اوف اكس، متوصل عليها ريزيستنس اسمها ار3، وبعد كده انا هنا عندي ايه ريزيستنس ار4 متوصله على الفولت اللي هو اسمه ايه في اوف واي. انا خدت الجزء ده كده خرجته فين؟ هنا كده. انت معترض على الشكل ده ليه بقى؟ بارلل بادئين من نفس النود وناهيين عند نفس النود. اوكي حد معترض على حاجه؟ برضو عايز اقول لك على حاجه، لو انا جيت قلت لك سيب انك ده اسمها في اوتبوت خلينا نسميها في اوف واي، انت هنا كده هيبقى عندك مشكله انك تقول ان الفي اوف اكس ده فانكشن اوف في اوف واي. طب لو انا جيت قلت لك انا عايز اجيب الفي اوف واي فانكشن اوف في اوف اكس، بدل وهات المقلوب. انت فاهم قصدي ايه ولا لا؟ انا في الجزء اللي انا بشتغل عليه دوت انا عايز اجيب ايه؟ علاقه تربط ما بين الفي اكس وما بين الفي اوت. انا لقيت علاقه ماشيه بالعكس، فانا هجيب العلاقه اللي بالعكس دي وبعد كده اقوم عامل ايه؟ اقوم قلبها واقوم قايل ان دي المفروض العلاقه اللي موجوده ما بينهم وما بين الاثنين. يعني انا قصدي اقول لك ايه، انت متعود دايما انك تمشي من الانبوت وتفضل ماشي 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 رايح ناحيه الاوتبوت. طب لو انت لقيت في السكه حاجه بتربط ما بين الاوتبوت وحاجه موجوده في النص، عادي اعتبر ان الاوتبوت ده فولت، مش لازم علشان هو اسمه في اوتبوت فهو ما يتجابش بدلاله حاجه. فاهم قصدي؟ فبالتالي انت هنا هيبقى عندك الايه، الفي اوتبوت على الفي اكس هو عباره عن الايه، الريسيبروكال بتاع الايه، بتاع الفانكشن دي، اللي هو ساعتها ممكن تقدر تقوم قايل ان هو عباره عن ايه، عباره عن 1 زائد ار4 مقسوم على ار2 بارلل مع ار3. الكلام ده كله المفروض يتضرب في ايه بقى؟ في النيجاتيف بتاعه ار2 على ايه، ده كده الايه، ده كده الجيم بتاعي. الفولتج ديفايدر بكل بساطه ان انت بيكون عندك فولت زي ما انا قلت لك، ما تسميهاش في اوتبوت سميها في اوف واي، وفي شويه ريزيستنس متوصله، وانت جيت عند نود عايز تعرف قيمه الفولت اللي موجوده على النود دي عامله ازاي. فقيمه الفولت اللي موجوده على النود دي عامله ازاي؟ لو احنا عايزين نمشيها من الاول، ان انت عارف ان المفروض لو السيركت بالشكل ده كده في كارنت هيمشي يخرج من هنا كده، تمام؟ الكارنت دوت لو انت عايز تحسبه هتقوم قايل ان هو عباره عن قيمه الفولت المتوصله عليه الدايره مقسوم على قيمه الريزيستنس اللي هي ار 4 مقسوم على ايه زائد ار 2 زائد ايه سوري ار 2 بارلل مع ار 3. طب لو انا عايز اجيب قيمه الفولت اضرب الكارنت ده في الايه، في الريزيستنس اللي انا شايفها. فالكارنت ده لما هيجي يضيف في الار 2 بارلل مع ار 3 في الاخر هيتبقى لك كام؟ الشكل دوت. قيمه الريزيستنس اللي انت عايز تبص عليها او الفولت اللي اوريدي بيعدي في الريزيستنس دي او سوري اللي دروب ده على الريزيستنسز ديت مقسوم على قيمه الايه، التوتال امبيدنس اللي موجود عندك في الدايره. هي المشكله كلها معلش هي ممكن تكون الكتابه هي اللي ايه اللي عامله لك مشكله، احنا متعودين نكتبها كده بس، فلو عملت لك مشكله معلش. تمام كده يا جماعه؟ ممكن تجيبها كي سي ال. هتجيبها كي سي ال ازاي؟ تيجي تقوم قايل هنا انا هقوم عامل الايه الكارنت. فانت هنا عندك اول حاجه زيرو ماينس سوري بقى، لو احنا هنفترض ان الكارنت ماشي كده يبقى ايه، زيرو ماينس في اكس على ار2 بيساوي في اكس على ار3 زائد في اكس ماينس في اوتبوت على ار4. هتوصل لها بس هتلاقيها ايه، فردت منك. تمام؟ حد كده عنده مشكله في الكلام ده يا جماعه؟ طيب ده كده كان اول حاجه هو ايه طالبها في المساله بتاعتي. طب الحاجه اللي بعد كده هو بيقول لك ايه، في شويه ديزاين ريكويرمنتس انا عايزك تعملها لي. ايه هي بقى الديزاين ريكويرمنتس دي؟ انا عايز قيمه الار ان تبقى 1 ايه ميجا، ماشي، وعايز قيمه الجين بتاعتي تبقى 100 ايه فاليو يعني، وعايز ان اي ريزيستنس انت هتعمل لها ديزاين هنا في المساله دي قيمتها تكون اقل من او تساوي 1 ميجا اوم، يعني ما ينفعش تزود عن ايه، عن الواحد ميجا اوم. طيب تعالى كده نشوف الريكويرمنتس اللي هو مديهاني دي. طبعا لو خدت بالك احنا قلنا طالما احنا عايزين نعمل ديزاين يعني احنا عايزين نجيب قيم الايه، الريزيستنس ديت. انا هنا عندي كم ريزيستنس؟ 4. فبالتالي انا محتاج كم معادله عشان اعرف احل؟ محتاج 4 معادلات. هو مديني كم معادله؟ هو مديني 2 ومديني كونديشن.
طيب تعال نبص اول حاجه خالص الار ان تكون بتساوي واحد ايه ميجا اوم. طب الار ان هنا في الدايره دي بتساوي كام؟ ار 1. طيب يبقى انا كده اقدر اقول من هنا ان الار 1 بكام؟ ان الار 1 ب 1 ميجا ايه. جه بعد كده هو قام قايل لي ايه، انت عندك قيمه الجيم ب 100. طبعا لو انا الجيم كان طالع لي بنيجاتيف مش فارقه، احنا كده كده الجيم بناخد الايه الماجنيتيود ماشي. يعني هو كانه بيقول لي الشكل ده كده كله على بعضه بيساوي كام؟ بيساوي 100، وانا عرفت قيمه الايه الار 1. فانت هنا محتاج تجيب قيمه الار 2 والار 3 والار 4. هو مش مديك اي معادله ثانيه غير ان هو مديك ايه، ان لازم قيم الريزيستنس اللي انت هتستخدمها تكون بكام؟ ب 1 ميجا. تعمل ايه بقى في الحاله دي؟ تأسيوم. المفروض في الحاله دي انك تأسيوم. لو احنا بقى بنتكلم في امتحان وان الكيس ديت مثلا انك هتحل ام سي كيو، لا لا واحده واحده بس، ما ينفعش ان هو يجيب لك حاجه مفتوحه قوي كده. اوكي ليه؟ لان هو لو جابها لك حاجه مفتوحه كل واحد فيكم هيجاوب اجابه مختلفه، تمام؟ الا لو كان في جزء من الامتحان كان نويتد، ساعتها كنا هنقول ايه ان حاجه زي دي ممكن ان هي ايه تحصل. اوكي كده. فانت هنا في الحاله دي انت هتفضل ايه تاخد شويه كومباينيشن لحد ما تشوف الكيس اللي تضمن لك ان ما يتحققش الايه الشرط ده. اوكي كده. بس ده كده الايه الفكره اللي موجوده في المساله دي. طيب تعالى بقى نروح ايه المساله اللي هي الثالثه اللي موجوده معانا في الشيت. المساله ديت من واحد من الابلكيشن اللي انتوا اتكلمتوا عليها مع الدكتور، اللي هي الايه اللي هي الديفرنس امبليفاير. طيب كل الابلكيشنز اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، شباب الصوت بس الصوت، كل الابلكيشنز اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده كان ايه اللي بيحصل؟ انت كنت بتدخل لها انبوت واحد بس، والانبوت الثاني كنت بتخليه على الجراوند تعمل حاجه. المهم في النهايه انت كنت بتدخل انبوت واحد وبتطلع ايه، بتطلع اوتبوت واحد. هنا بقى لا، انا هدخل ايه تو انبوتس في اوف 1 وفي اوف 2. وهدفي الاساسي لما اعمل كده هو ايه؟ ها؟ ان انا اقدر الاثنين دول اقطعهم من بعض او اجمعهم من بعض، تمام؟ طيب لو احنا جينا نبص على الشكل اللي موجود قدامنا دوت، هتلاقيه بكل بساطه هو عباره عن ايه؟ تجميعه من الايه؟ من الانفرتنج امبليفاير والنون انفرتنج امبليفاير على حسب قيمه الانبوت اللي انت ايه؟ بتبص عليه. ازاي؟ لو انت جيت هنا عايز تحل المساله ديت، انت عايز تجيب الريليشن اللي موجوده ما بين الفي اوتبوت وما بين الايه؟ ها؟ وما بين الفي 1 وما بين الفي 2. لو انت عندك مساله بالشكل دوت عشان تعرف تحلها، تحلها ازاي؟ سوبربوزيشن. مره اشتغل علاقه الفي اوتبوت مع الفي 1 عامله ازاي، والمره الثانيه اجيب علاقه الفي اوتبوت مع الايه؟ مع الفي 2، تمام؟ تعال نجيب الفي اوتبوت مع الفي 1. ممكن، بس هي الفكره كلها هتبقى اطول، او بلاش اقول اطول، اصعب بالنسبه لك انك تتخيل، تمام؟ لو انت هتعرف تعملها اعملها. انت هتقول النود ديت مثلا عندها فولت هنسميها مثلا في اوف اكس زي ما احنا عملنا هنا. ما انا بقول لك ممكن تعملها، بس القصه كلها ايه؟ الاسهل انك تعملها سوبر بوزيشن. ليه بقى؟ لما انت تيجي تشتغل في السوبر بوزيشن في 1 في 2 ايه اللي هيحصل لها؟ طيب شورت سيركت. فلما تبقى دي شورت سيركت، هل هنا في كارنت هيمشي تحت؟ احنا اتفقنا هنا مفيش كارنت بيخش، وهنا انت مش حاطط اي سورس، فهنا جراوند وهنا جراوند وهنا مفيش كارنت بيخش. يعني المفروض كان الكارنت بيمشي كده ومفيش حاجه اصلا هنا تولد لي كارنت، فايه اللي يحصل الجزئيه اللي تحت دي كلها؟ فساعتها المساله دي هتتحول لايه؟ فساعتها انت تقدر تقول على طول ان الفي اوتبوت هو عباره عن نيجاتيف ار 2 على ار 1 في الفي 1. انت فاهم قصدي؟ فالسوبر بوزيشن هنا خليتك ايه على طول انت حولت ده لانفرتر. طيب في الحاله الثانيه هخلي ده ايه؟ شورت سيركت، بس هخلي ده ايه؟ دي قيمه. اوكي؟ لو انت خدت بالك ده برضه تحول لده، بس الفكره كلها ايه؟ ان انت هنا كان عندك قيمه اسمها فولت دي انبوت. طب انا عشان اقدر اشبه ده بده اعمل ايه؟ اجيب قيمه الفولت اللي موجوده هنا، لان انا لو جبت قيمه الفولت اللي موجوده هنا وسميت الفولت دي في اي حاجه، طب ما هو المساله دي هتتحول لدي.
الناس فاهمه قصدي ايه ولا لا؟ طب قيمه الفولت اللي موجوده هنا هي عباره عن ايه؟ فولتج ديفايدر. الفولت اللي موجود هنا هو عباره عن الفي 2 مضروب في الار 4 مقسوم على ار 3 زائد ار 4. انا هنا الفولت بتاع النقطه دي بقى في 2 مقسوم على ار 3 سوري مضروب في ار 3 مقسوم على ار 3 زائد ايه؟ ار 4. ده بقى هقوم واخده واقوم حاطه فين في الاكسبريشن اللي موجود هنا؟ اقوم حاطه مكان الفي انبوت. تمام؟ فبالتالي انا اصبح عندي هنا الفي انبوت بتاعي اللي هو في 2 مضروب في ار 4 مقسوم على ار 3 زائد ار 4 مضروب في قيمه الجين بتاع النون انفرتنج امبليفاير اللي انا عارف اوريدي ان هو بيساوي كام؟ 1 زائد ار 2 على ار 1. انت هنا بكل بساطه انت فككت الديفرنس امبليفاير لايه؟ لانفرتنج ونون انفرتنج امبليفاير. حد كده عنده مشكله؟ طيب لو انا هنا جيت قلت لك انا عايز اعرف قيمه الار اوتبوت، طبعا سهله ان هي بزيرو لان هو ايه؟ نفس الايه؟ التوصيلات كلها. طب الار انبوت؟ لا على حسب انا بوصلها منين. لو انا بوصلها من الفي 1 فتبقى ار 1، لو انا بوصلها من الفي 2 تبقى ار 3. واضحه الحته ديت؟ طيب المفروض المساله الثالثه هو جايب لك ايه؟ حاجه شبيهه بالديفرنس ايه؟ امبليفاير، وبيقول لك انا عايزك تجيب قيمه الجين هنا بتساوي كام، وبعد ما تجيب قيمه الجين تحسب لي قيمه الفي اوتبوت اعتمادا ان هو اوريدي هنا مديك ايه؟ values للايه؟ للريزيستنس دي. تمام؟ الناس بقى بعد اذنكم طلع بقى كشكلها وتبدا تحل المساله دي. يلا. هو بس وقف الكاميرا. لا لسه، بس عشان هتحله يعني فانت هتفضل سايبها؟ ماشي خلاص. ها؟ بص لو انت دلوقتي بتقول انا عايز اعرف اجيب قيمه الانبوت امبيدنس، هي الانبوت دي بتتحدد على اساس ايه؟ الفولت اللي انت مدخله. لو انت بتبص لها من في 1 فانت شايف قيمه ار انبوت بكام؟ بار 1. لو انت بصيت لها من الفي 2 المفروض بقى في كومبانيشن هنا. طب المشكله كلها هتظهر لك بقى فين؟ ان الفكره كلها ان الفولت بتاع النقطه دي والفولت بتاع النقطه دي هما متساويين مع بعض، فهتلاقي ان الحكايه بتعك. فقيمه الامبيدنس اللي انت هتبقى شايفها من هنا مش هي نفسها اللي انت هتبقى شايفها من هنا. عشان كده الدكتور في المحاضره اتكلم معاكم عن الانسترومنتال، وانا ما اتكلمش هو مش هيخش فيك، هو سؤال بس حله معاكم ولا ما حلوش؟ على ما اعتقد ما حلوش، هو قال لكم بس ان احنا بنعملها عشان نضمن ان الار انبوت تبقى انفينيت. لان بكل بساطه ودي كده متوصله، مين اللي قال لك ان الفي 1 في الحاله ديت مش محطوط لها قيمه؟ احنا لما جينا هنا حسبنا الجين. لا خد بالك، لو انا ببص على في 2 بس فانت وقت ما انت بتيجي تحسبها، ما انت افرض ان هنا كان متوصل عندك حاجه هتعمل ايه؟ انا بسالك. حلو، لو هنا متوصل حاجه مش هنا هيكون في فولت للنقطه دي؟ فبالتالي الفولت ده المفروض على حسب الكلام اللي احنا بنقوله يتنقل فين؟ يتنقل هنا. طب ساعتها ايه اللي هيحصل؟ انت ما عشان تجيب الار انبوت، بص احنا عشان نجيب الار انبوت بنعمل ايه؟ حلو، عن طريق انك بتقول كان في كارنت خارج من هنا كده، والكارنت دوت اقسمه المفروض على في 2، صح؟ حلو كده؟ طيب في كل الريليشنز اللي انت حلتها هنا كنت بتلاقي قيمه الكارنت سالكه وقيمه الفي 2 سالكه، فما بيتقسموا على بعض بيطلعوا لك قيمه ايه؟ واضحه. المشكله كلها ان انت هنا لما الفولت ده بتاع النقطه دي يبقى ليه قيمه، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هتقول لي ان انا هنا عندي في 2 ناقص الفولت بتاع النقطه ديت مقسوم على ار 3 بيساوي الفولت بتاع النقطه دي مقسوم على ار 4، وتحل، وبعد ما تحل تجيب بقى النقطة ديت بدلالة القيم اللي موجودة في الحتة دي. وبعد ما تعمل كده تبدأ بقى تشوف علاقة الفي 2 بالكارنت اللي هيمشي. فعشان كده حتى الدكتور في المحاضرة ما قالوش عليه. تمام؟ حد وصل لحاجة؟ جبتها؟ قسمتها خدت مره فرضت عملتها سوبر بوزيشن، خدت مره دي جراوند ودي جراوند. ما هي حد مشيها كده وبس، وبعد كده بقى استخدمت فولتج ديفايدر وعملتها.
مش لازم انت لو على طول استخدمت الفولت ده هتمشي معاك. بس عملتها. هي هي انا فاهم. فين؟ اللي عند واحد، عند مقاومة واحد. مقاومة واحد. ماشي، ما انت عندك تو سورسز اهو، 1 و 2. انا بقول لك خد بالك، انا مش بقول لك ده ديفرنس امبليفاير، انا بقول لك هو مستخدم الكونسبت بتاع الديفرنس امبليفاير. ده مش هو ده. انا هنا جبت لك تركيبه بس دي هي دي. يعني انت لو جيت هنا، بص انت لو جيت هنا شلت الفي 1 انت هتلاقي نفسك دي جزئيه صح؟ دي انت مره هتعملها ار 3 او مره تبقى مثلا ار 4 مقسوم على ار 3 زائد ار 4 والمره الثانيه تبقى ار 3 مقسوم على ار 3 زائد ار 4. فاهم قصدي ولا لا؟ يا جماعه ده هيبقى جامد. يا عم شوف، ما انت لما بتشيله يعني ايه سوبر بوزيشن؟ ايوه بتخلي اي فولتج سورس. بص شايف الجزء بتاع الاكسبريشن بتاع الريليشن ده هو هو، بس ما هتبدله مع نفسه. صباح الفل، شكلك لسه جاي. وصلنا لحاجه؟ ايه خلاص؟ تمام. انت ما هتعملها مع ده ومع ده؟ لا سؤال، هي دي بقى النقطة. هنا هو جايب لك ثانية واحدة، هنا جايب لك ديفرنس. لا أنا بسألك، هنا جايب لك ديفرنس امبليفاير، يبقى ما تفترضش. يعني لازم تعمل درايف. اوكي؟ ما دي النقطة اللي أنا بقولك عليها. الفكرة فكرة إيه؟ إن أنت في الأساس حاجة، لو أنت شفت حاجة من الثلاث حاجات دول استخدم القانون على طول. لكن ده هو شبه ده مش هو، فأنت ما تقولش إن أنا هحط الحل على طول. بس بقى هنا في نقطة. أيوة أنا فاهم، أنا فاهم، بس هنا في نقطة، هنا في نقطة. لو إحنا بنتكلم إن الامتحان MCQ هو مش بيشوف الخطوات، اعمل اللي انت عايزه. انا معلومه الام سي كيو دي اول ما اخدها منكم النهارده، وانا بقول لك انا لو كده يا عم من غير الخطوات، انا طالما فاهم، طالما فاهم قول بقى اصلا كده. بس خلي دي خليها اللي هو ده، انا ما عادش بارقام في الدور ارض. لا بص انت ايه ده كده، ده هنا هيبقى جاهز، احنا هنحلها ماشي. فهتبقى نفس الاكسبريشن ده بالظبط كده، نفس الاكسبريشن ده، والمره الثانيه هو هو نفس الاكسبريشن، بس بدل ما هتحط ال r 3 هي اللي سوري ال r 4 هي اللي فوق، هتبقى ال r 3 هي اللي فوق. هي كده ما انا بقول لك انا مش معطاط، بس هي هي لسه حاط. انت ايوه سمبول. فهمت انت خدتهم الاثنين في الاول من الحته ديت وقلت لي انا هعتبر ان دي كذا. ماشي شباب، الناس وصلت لحاجه؟ الناس وصلت للقيمه دي؟ طب الناس بس تركز معايا على اساس ايه؟ نقول بس الفكره هنا اللي موجوده في المساله دي عامله ازاي. طبعا لو احنا بنتكلم ان دلوقتي الامتحان بتاعنا MCQ فهي فكره الخطوات ممكن ما تبقاش مهمه. اوكي؟ بس فكره انك تبقى فاهم الشكل ده، ها؟ دي اربعه. طب ما تسال. طيب الشكل اللي موجود قدامك ده، الشكل اللي موجود قدامك ده هو شبه الديفرنس، شبه الايه؟ الديفرنس امبليفاير. مش هو شباب، هو شبه الديفرنس امبليفاير مش هو. اوكي؟ انت بس ممكن تستغله في انك تعرف تحل المساله بتاعتك دي بشكل انت اشتغلت هنا عليه في الديفرنس امبليفاير. ازاي؟ انا لو جيت في المساله ديت وجيت قلت لك الفي 1 ده مش موجود، وهنا كده في جراوند، وده شكل المسألة بتاعتك، ساعتها ايه اللي هيحصل في الجين دوت؟ دي بس اللي هتتشال صح كده؟ صح ولا ايه؟ طيب
بص بقى لشكل المساله دي وبص لشكل المساله دي، هو نفس شكل المساله. الفكره كلها ايه؟ ان انت هنا بدل ما عندك في واحده انت هنا عندك كام في؟ 2. لو احنا عملنا سوبر بوزيشن ايه اللي هيحصل؟ اول مره دي هتبقى بكام؟ دي هتبقى بزيرو. الشكل ده والشكل اللي هناك واحد. يعني انت من هنا تقدر تقول ان الفي اوتبوت هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن قيمه الفي 1 دوت مضروب في 3 مقسوم على 3 زائد 2، كل ده مضروب في كام؟ في 1 زائد 9 على 1. تمام كده؟ زائد شيل بقى الفي 1 دوت، حط هنا كده جراوند، وهات لي هنا الايه؟ الفي 2. ايه اللي هيحصل في المساله بتاعتك؟ هي بالظبط. الفكره كلها ان بدل هنا ما فوق دي هتبقى فيه 3 هتبقى فيه كام؟ هيبقى فيه هنا 2. تمام كده يا جماعه؟ القصة كلها ايه؟ حاول انك اي حاجة تجيلك لو ينفع انك تطبعها بشكل انت خدته طبعها بالشكل ده عشان تسهل على نفسك الحل وتوفر على نفسك خطوات. طبعا زي ما احنا قلنا بافتراض ان الامتحان هيبقى MCQ ومفيش خطوات انت هتبقى ملزم ان حد هيبص عليها، فبالتالي ايه؟ اقصر طريقة للحل انا عايز ايه؟ امشي فيها. تمام؟ طيب اخر حاجة احنا هنختم بيها السكشن بتاعنا النهاردة هي الايه؟ المسألة ديت اللي هي المسألة نمبر ايه؟ نمبر 4 في الشيت. مسألة نمبر 4 في الشيت هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا دلوقتي عايز اعمل ديزاين لامبليفاير الريليشن ما بين الاوتبوت وما بين الانبوت شكلهم عامل كده. الفي اوتبوت هو عبارة عن نيجاتيف 2 في 1 زائد هاف في 2 بالشكل ده. عشان اقدر ان انا استخدم الاكسبريشن ده او اقدر ان انا اعمل ديزاين للاكسبريشن ده انا محتاج استخدم ايه؟ طالما في نيجاتيف يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج الانفرتنج امبليفاير. بس في نفس الوقت هو هنا مديني كام انبوت؟ فبالتالي وقت ما انا هنا هشتغل على ايه؟ على حاجه اسمها الويتد سام. الويتد سام يعني ايه؟ يعني ان انا بدل ما ادخل انبوت واحد بس بريزيستنس زي ما احنا كنا عاملين هناك في الانفرتنج هبدا ادخل اكتر من ايه؟ هبدا ادخل اكتر من واحد. طب لو جه حصل بقى ان هو مش الاثنين كانوا نيجاتيف، كان في واحد نيجاتيف وواحد بوزيتيف، ساعتها هعمل ايه؟ ممكن واحد على البوزيتيف او واحد على النيجاتيف مثلا، او ممكن تستخدم مالتيبل ستيج زي ما شفته مع الدكتور في المحاضره. تمام؟ لو هو ما الزمكش بحاجه فانت دايما روح ناحيه سكه الحاجه اللي فيها عدد ايه؟ مقومات او عدد حاجات اقل. ليه؟ لان هو في الديزاين هيديك شويه ايه؟ سبيكس كده، وانت عايز الحاجه اللي هي ايه؟ تقدر تطلع لك قيم اكزاكت. لو هو فرض عليك حاجه معينه في الامتحان فدي حاجه تانية. تمام؟ فانا هنا عايز اعمل الايكويشن ديت، فانا قدرت ان انا اعملها باستخدام الايه؟ باستخدام الويتد سام في الايه؟ في الانفرتنج امبليفاير. تمام كده؟ طيب ايه هو بقى الريكويرمنت ديزاين اللي هو عايزه؟ قال لك انا عايزك تعمل لي ديزاين بشرط ان الكارنت اللي هو I1 وI2 دول قيمتهم تبقى اقل من او تساوي 0.1 ملي امبير بفرض ان انا دخلت هنا 1 فولت وهنا 1 فولت. ايه معنى الكلام ده؟ لو انا هنا دخلت 1 فولت او دخلت هنا 1 فولت انا عايز قيمه الكارنت اللي يمشي هنا ما يزيدش عن 0.1 ايه؟ ملي امبير. تمام كده؟ الناس كده فاهم الحته دي ولا لا؟ طيب تعال نبص انا محتاج اعمل ايه في المساله دي. انا عايز اعرف احدد قيم الريزيستنس، عايز اعرف اجيب قيمه R1 وقيمه R2 وقيمه ايه؟ R3. طب ايه الحاجه اللي تخليني اعرف احدد الحاجه دي؟ اي مساله انت بتشتغل عليها بيبقى عندك دايما ايه؟ تو جيفنز، حاجه ليها علاقه بالايه؟ بالجين، والحاجه الثانيه ليها علاقه بالايه؟ بالانبوت ريزيستنس. طب الجين بتاع الشكل اللي موجود قدامك ده هو عباره عن ايه؟ الفي اوتبوت هي عباره عن ايه؟ نيجاتيف R3 على R1 في الايه؟ R3 على R2 في الايه؟
حلو قوي. يبقى معنى كده من خلال الايكويشن اللي هو مديهاني ان ار 3 على ار 1 بكام، وان ار 3 على ار 2 بكام. حلو قوي. انا كده عندي كام معادله؟ لسه محتاج معادله ثالثه اللي هي موجوده فين؟ موجوده هنا. تفتكر ان المعادله دي بتقول لي ايه؟ هو بيقول لك انا عايز الكونت كاونت اللي يطلع من هنا يبقى اقل من الفاليو دي لو انا دخلت هنا واحد ايه فولت كي انبوت. طب ده يبقى ايكويفالنت لايه؟ ايه؟ لا هو ما قالش في واحد وفي اتنين. هو بيقول لك ايه؟ لو انت جيت دخلت انبوت هنا 1 فولت الكرنت هنا ما يزيدش عن 0.1 ملي امبير. ده ايكويفالنت لايه؟ الريزيستنس ما تزيدش عن 1 مقسوم على ايه؟ على 0.1. واحده واحده كده. تعال نبص لها كان في انبوت واحد بس في المساله. دلوقتي هو هنا بيقول لك انا عايز الكرنت هنا، خلينا نفترض كده ما نقولش ما يزيدش، خلينا نقول ان الكرنت اللي هيمشي هنا هو 0.1 ملي امبير. اوكي؟ وهنا في فولت داخل 1 فولت. يبقى انت ساعتها تقدر تجيب قيمه الار 1 ولا لا؟ اه، لان الشكل دوت انا عارف ان الار انبوت بتاعته هي بكام؟ هي بالريزيستنس اللي شايفها السورس بتاعي دوت. يعني الار اللي شايفها الفي 1 هي ار 1 والار اللي شايفها الفي 2 هي ايه؟ هي ار 2. صح كده ولا انا غلطان؟ طيب لو انت هنا جيت وصلت 1 فولت وفي كارنت هنا هيمشي 0.1 يبقى لازم قيمه الريزيستنس تبقى كام؟ الفي على الاي اللي هي هتبقى كام لو انت جيت حسبتها 10 كيلو. يعني هو هنا كانه بيقول لك ايه؟ انا عايز قيمه الريزيستنس ديت اللي هي الار اللي شايفها سواء ده او ده قيمتهم تكون ايه بقى؟ اكبر من او يساوي ال 10 كيلو. لان هو هنا في الكارنت بيقول لك انا عايز اقل من او يساوي. فانت يبقى عايز قيمه الريزيستنس دي تبقى اكتر من او ايه؟ او يساوي 10. تمام؟ طيب فانت كده معاك ايه؟ كونديشن كده اهو. برضه نفس الحكايه، هتفرض ايه؟ واحده من الريزيستنس وتجيب الاثنين التانيين ايه؟ باستخدام الريليشنز دي. في المساله اللي هي كانت الثانيه ده احد الاسامبشنز على فكره عشان بس الناس تبقى عارفه. انا هنا حسبت الار 1 ان هو 1 ميجا لان هو هنا كان مديني قيمه الار ان. هنا انا هفترض ار 2 وار 4 ب 1 ميجا وحسبت الار 3 لقيتها طالعه 10 فهي بالتالي محققه ان هي اقل من كام؟ من 1 ميجا. هنا نفس الحكايه لو انت هنا جيت افترضت مثلا ايه؟ طب ما تتقسم ما تفترض الار 1 يعني. عادي مش فارقه. بص اي واحده هتفترضها بس خد بالك الار 3 هي اللي ما عندهاش كونديشن عليها كونديشن هما الاثنين دول. فانت تقوم قايل هنا ايه؟ خلي الار 1 مثلا ب 10 فيبقى الار 3 بكام؟ يبقى الار 4 هنا هتبقى بكام؟ ب 40. تمام كده؟ دي او دي. ما بص لو انت هتبص للكونديشن ده على الكارنت الاولاني بس فانت بتبص له مع في 1 بس. انت فاهم قصدي؟ انت كأنك ايه؟ انت عايز حاجة تربط ده كده مع بعض او تربط ده كده مع بعض. فاهم قصدي؟ انا عارف ان الكونديشن متخلف شوية بس هو هدفه الاساسي ان هو عايزك تبقى فاهم ان انت مش عايز كارنت يزيد عن القيمة دي يبقى انت في المقابل كأنك بتقول الريزيستنس تبقى قد القيمة دي او ايه؟ او زيادة عن. دول منين؟ انت هنا جيت عندك دايرة بالشكل ده. انت عايز تجيب الترانسفر فانكشن بتاعتها هتجيبها ازاي؟ وهو اوريدي اصلا ده كان جيفن. اه ده جيفن. تمام كده؟ طيب هو المفروض الجزء بتاع الاوب ام في جزئيه اللي هي الاخيره اللي هي بتاعت الانتجريتور والديفرنشيتور باستخدام الايه؟ الانفرتنج امبليفاير. اسمعوها الاسبوع ده ولا نخليها الاسبوع الجاي؟ الاسبوع الجاي. شكرا يا جماعه، اشوفكم الاسبوع الجاي.